ما كنتش اعرف ان في جرينش اصلا يعني او ان في مثلا في كوميونتي كده بيهتموا بالبيئه. انا كنت بحسب ان هم مجرد يعني ناس متفرده, في اللي بيهتموا في لا او كده يعني, في كوميونتي بيجمع ناس ان هم فعلا بيهتموا بالبيئه وهم يقوموا اصلا بروجكتس هم يعملوها. يعني احنا طول السنه بتعمل لنا سيشنات واللي احنا نعرف اصلا نعمل بروجكت او اللي احنا ازاي نفيد البيئه. هم حرفيا ادونا كل الوركشوبس والكورسز اللي احنا لازمنا ان احنا نبدا الكلاب ده بشكل بروفيشنال جدا, بشكل بسيط جدا, وخلونا نشرحها للناس الفولنتيرز اللي معانا. حاجه غيرت في تفكيرنا عموما كلنا كل التيم.